ليلة القدر، هل يلزمني أن أصلي وأتعبد طوال الوقت وأن أدعو كذلك بالدعاء الماسور وغيره في تلك الليلة دون توقف عن الدعاء لعلي أوافق بدعائي وقت الإجابة؟ وهل لها علامة وأمارة؟ كما سمعت أن الجو يكون لطيفا قبل تلك الليلة، وجهوني جزاكم الله خيرا. قبل ليلة القدر والحث على الدعاء والصلاة فيها أمر معلوم من السنة وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: رأيت إن صادفت ليلة القدر؟ قال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو تعف عني. أتكثر من هذا الدعاء ومن غيره في هذه الليلة وتكثر من صلاة التهجد فيها والله قريب مجيب. وليس بلازم أن تحيي الليلة كلها ولا تنام، بل تنام وترتاح وتقوم منها ما تيسر، ولا سيما القيام مع الإمام في المسجد مع الجماعة، تكون مع جماعة النساء خلف الصفوف تصلي مع المسلمين في المسجد في هذه الليلة وفي غيرها من ليالي رمضان. نعم، جزاكم الله خيرا.